مرحبا، نراقب جميعا الضجة اللي ترافق مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، وهي ضجة تزيد مع كل مسلسل تكتبه هبة مشاعري حمادة. ما تسبب هذه المرة في خروج بيان رسمي من وزارة الإعلام بالكويت حول العمل الذي لم يتم تصويره في الكويت ولا يعرض على قنوات كويتية ومن إنتاج شركة لبنانية، فما الموقف القانوني؟ يا بعد عيني مش عارف اقول لك يا حبيبتي انا مخنوق قد ايه. القانون الجنائي وفق توجه محكمة التمييز الكويتية من الممكن ان يتم مقاضاة اذا كان هناك ممثلين كويتيين في ولو كان العمل في الخارج انتج وصور. محكمة التمييز الكويتية كان لها رأي بان اي فعل يشكل جريمة ونشر في الفضاء الحر كالإنترنت أو المنصات فهذا النشر يعد امتداد للجريمة إلى داخل إقليم دولة الكويت من خلال البث. الانتقاد الأكثر تكراراً هو أن العمل لا يمثل المجتمع الكويتي بل ويسيء له، فنزلنا للشارع الكويتي لنعرف رأي الناس بالعمل. أكيد بيصير ضجة لأن هذا شيء الناس مستغربينه ومستنكرينه، شيء لا هم ولا هو، لا عند الشعب الكويتي ولا عند المسلمين بشكل عام ولا عند العرب. ممكن ان في بعض اللقطات والمشاهد شوي جريئه وفعلا تصير مجتمعنا الحالي والواقعي، ولكن تحس شوي بالمسلسل ان زايدين الواقعيه فيها، يعني مو لهالدرجه. هو يمكن لانه خليجي اوكي ممكن نحن نتحفظ، بس هم ارد واقول لك اللي يبي يشوفه يشوف، اللي ما يبي يشوف لا يشوف، بس يعني هم هي تظل هدى حسين يعني نحبها، يعني يتنافى مع الأخلاق في رمضان والقيم الرمضانية. الناس يعني في جو إيماني، وللأسف كل سنة ورا سنة يتكرر نفس المشهد هذا. هو واقع احنا عشناه وشفناه وسمعنا عنه، بس اللي يعني مو حاب انه هو يشوفه لا يشوفه.